تكلم سيادة الوزير لسفارة ريفير مثلا، دي مسألة بسيطة جدا. طب دلوقتي أنا عارف إن الدراسة ابتدت وباب الدخول اتقفل. باب الدخول حاليا اتفتح علشان خاطرك يا مرجان بيه. أنا متشكرين أوي يا دكتور. مع حفظ الله يا فندم، مع سلامة الله. ناجح وموفق بإذن الله. الامتحان النهارده ما بيقتصرش على آراء رسمية أثناء الكتابة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا دكتور. في طالب جديد هينضم عند حضرتك في السكشن. ده بعد إذنك يعني. اتفضل. ده الأستاذ. عارفاه، عارفاه كويس قوي. السيد رئيس الجامعة موصي عليه توصية جديدة. يا ريت بقى سعادتك تهتمي بيه شوية زيادة. مش محتاجة توصية يا دكتور، طلبة كلهم عندي واحد. اتفضل يا مرجان. على إذنك يا دكتور. شريف، قولي يا ميهي. مرجان أحمد مرجان، قولي لي يا مرمور. لا ده احنا سنتنا حلوة كلنا إن شاء الله. بس يا أنكل. أنكل إيه بقى؟ الحاجات دي ما تنفعش هنا طنطماية. الواد ده بيبص لي كده ليه؟ ده محمود نور الدين، مالكش دعوة بيه. ده رئيس أسرة نور الحق ومحبتها قوي. رئيس أسرة إيه؟ بعدين؟ لا أصل أول يوم بقى ومنتعرف على الزملاء يعني. المحاضرة مش مكان للتعارف يا مرجان، دي مش كافيتيريا. مصطفى وصل له ورقة الأسئلة. امتحان إيه؟ وإحنا لسه اصطبحنا؟ هو متضر للنار كده على طول؟ أيوه. أصل يعني لمؤاخذة أنا لسه مستجد ومسخنتش يعني. اكتب اللي تعرفه. أكتب اللي أعرفه. آه إحنا مع بعض مهاميه ها؟ نشغل بعض شوية وأنا تحت أمرك في أي خدمة يعني. التليفون ده لسه جايلي نوفي، ده بكاميرا، ده هدايا مني ليكي. ميرسي قوي. دي ورقة عشان تجاوب فيها، وده قلم. خبي كتاب، خبي كتاب، دي بصلنا. ده امتحان أوبن بوك. أوبن بوك إزاي يعني؟ بس ما احنا بصوا في الكتب والمراجع. الله، طب ما التعليم بقى سهل قوي اهو. يعني ما اسمح لكم كده ان كنتوا تنقلوا من الكتب عين عينك قدام المدرسين. وانا اقول العيال خابت ليه. اتفضل. ايه ده؟ مرجع عشان تنقل منه. انقل من كل ده؟ طب ما تنقلي اللي انت بايدك الحلوه. ما ينفعش. يو 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 يو، نورت المحاضرة يا عم الحاج. احنا النهاردة زرنا النبي هيثم دبور. منورة بأهلها. مرجان أحمد مرجان. مورجان بيوتيفول. حد يجي الخنقة دي برجليه؟ إيه اللي رماك على المر؟ القمر منه. وبعدين أنا متأسف جدا يا دكتور، أنا الوقت سراني وأنا في المكتبة بعمل ريسيرش. وبعدين أنت متأخر ربع ساعة المحاضرة يا عدي. أنت عارف النهاردة في إجزام، الوقت ده مخصوم من وقت إجابتك. أنت إيه اللي جابك متأخر؟ الامتحان ابتدى بقاله ربع ساعة، الواد ده اتمنع من دخول المحاضرات لغاية آخر السنة، لأن اللي ما بيحترمش المحاضرة بتاعته يبقى ما بيحترمش زمايله ولا بيحترم المدرسة بتاعته. أنت مالك أنت؟ بتتسحب من لسانك ليه؟ أنا كنت بقول يا أبلة يعني عشان ما تقولش، وأنا مش أبلة. اللي يتكلم هنا يبقى بإذن. اتفضل اقعد. اتفضل يا عدي. همدلك الامتحان ربع ساعة. ايه بقى تبدلي الامتحان ربع ساعة؟ لا ده كوسة بقى بصراحة. اسمعي، لا بقى ده كوسة بقى. كوسة على من كوسة. هنعمل بقى شوية كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انت يا مرجان؟ ده ربع ساعة. يا مرجان انت بتعمل ايه؟ فضلات. بابا انا سعيد جدا ان انا شفتك هنا النهاردة. برافو. عدي ما تكلمش حد.
بابا. انا ابوك وانا حد غريب؟ جرين اشتغل انت بدي بقى. ها انا خلصت أبلة حاجة زي الفل وبارك الله فيما رزق. انا مش أبلة والورق كله بيتلم اخر محاضرة. عدي روح اقعد في البنش الفاضي اللي هناك. ايه ده الواد ده بيكلم عليها كده ليه؟ ده واخد عليها قوي. خلاص بقى يا مورجان نفض يا عم، كبر الجي وروق الدي. الجي ده يا اسم الجي اللي هي جمجمة، والدي اللي هي الدماغ. الله 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 الله، الواد بينفخ لها في ودنها، ده واد قليل ادب. شهيصني انت وانا رسيك على الحوار كله. وشهيصك ايه وحوار ايه؟ العالم هنا كلهم عارفين ان هم انت مين. من التنين؟ ما انت مين؟ هم مين دول ما انت مين؟ تامروا عليها. ما انت مين ازاي؟ ما انت مين؟ ما تترجم بقى يا مورجان، خليك كول. الله، ما انت مين كده عيني عينك قدام العالم؟ يس. رايح فين يا مورجان؟ هكسر له الجي وافتح له الدي. يا ده عمال تقتل مع البنت من الصبح ومحدش مالع عينك. يا بابا حرام عليك ما ينفعش كده. كنت انت خالص مفيش دعوه خالص. بابا حضرتك مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سايب اختك بتتقتل في الفصل وانت قاعد قافص جوافك. بي كول مان بي كول. سيبه بغباوته بسلطاته بابا غنوجه. بابا غنوجه كمان. هو ده صراع الحضارات. عندك صراع الحضارات. انكل حرام يا انكل توسو ده جميل. جميل مالكش دعوه انت، انت مقنت مع نفسك، انت مالك؟ امشي من هنا امشي خالص. انت يا مورجان انت فاكر نفسك فين؟ ايه عايزين اشوف بنتي بتتقدم قدامي واقعد ساكت؟ عايزين اكبر الجي واروق دي؟ ما تكلم اخ محمود، عجبك المسخره اللي بتحصل في الفصل دي؟ انهم يدعون لدين جديد يحث على الفجر والرذيله والفسق. حسبي الله ونعم الوكيل. لا اله الا الله. انها الفتنه اخ محمود، انها الفتنه. ما احنا كل اب ساب بنته تتقدم قدامه هنبقى كلنا قرايل. من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الله اكبر. مورجان اضرب بيد من حديد. ما فاضرب بيد من حديد. لا بقى انت زودتها قوي. اطلع بره اطلع بره اطلع بره بقى. قادر بيكول بيكول. صباح الجوافه. روق يا برنجي. انا تطردني من المحاضره؟ انا هبطلها الشغلانه دي خالص. والواد تامر عليها النعمة بحصيح. تامر ايه يا راجل وكلام فاضي ايه؟ روق دماغك. هاي جوهي انت امتي؟ هو مدلوع عليها ملوخية ولا حاجة؟ مالها مزرع اخضر كده ليه؟ بكرة تدبل وتصفر. تصفر؟ استنى يا هيثم ان انا حبيتك. انت ابن حلال يا دبور. وانت حبيبي. السيجارة دي يا دبور؟ دي مش سيجارة. امال ايه ده يا دبور؟ دي خبور. تديني خبور يا دبور. كتكوني لك مزاج كل زي القشطه. لا 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 يا مورجان دي تبع عدي. عدي يا ابني. ما انت مين؟ ما انت مين برضو؟ جايز لخبوره دبور. دن بابا. بابا ايه ده انت اللي بابا؟ حضرتك ما انت واختك ما انت ما وانا ولا دارب حاجه. بابا اهدى خليني اشرح لك بس. مين دي؟ دي نورهان. البنت دي شفتها قبل كده بترقص ورا عاصي الحلاني في كليب. لا دي نورهان صاحبتي الانتيم. انتوا كنت تقدموا ولا جيت تتعلموا؟ دي لا جامعه ولا تعليم ولا